الكمامة أو الماسك أو قناع الوجه، أحببتها أم كرهتها، فقد أصبحت جزءا من حياتنا، ليس لمواكبة الموضة أو آخر صيحات الفاشن، ولكن لمنع انتشار فيروسات وعدوى قاتلة. يعمل الماسك كفلتر لاصطياد الجسيمات المحمولة جوا أثناء التنفس، وفي هذه الحلقة نبين الأنواع الشائعة للماسك، عيوبها ولما تستخدم. النوع الأول ماسك الجراحة سيرجيكال ماسك. هذا الماسك مقاوم للسوائل ويوفر الحماية لمرتديه ضد رذاذ وقطرات السوائل، وأيضا يحمي الآخرين من انبعاثات مرتديه عند السعال أو العطاس. ولكن من عيوب هذا الماسك أنه فضفاض ولا يحمي مرتديه من التقاط عدوى فيروسية، لأنه غير مصمم لفلترة الهواء، فهو يستخدم في المستشفيات لحماية الكادر الطبي وحماية المرضى من رذاذ السوائل، ولكن الهدف منه هو حماية الآخرين أكثر من حماية المستخدم. يستخدم مرة واحدة أو لمدة أقصاها 8 ساعات. النوع الثاني N95 Respirator، هذا هو الشكل الأصلي لماسك N95، وهو أمريكي الصنع بعيار الجودة NIOSH، وهو الأفضل للوقاية من تلوث الهواء، فعند إحكام تثبيته على الوجه يعمل على فلترة الهواء بنسبة 95% ويقي من الجسيمات المحمولة جوا وحتى الفيروسات. حاليا يعتبر حماية لكل من المريض وكوادر الرعاية الصحية من نقل الكائنات الحية الدقيقة والمواد الجسيمية، لكن من عيوبه أنه غير مريح في التنفس، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية أو قلبية أو أمراض طبية أخرى، وهو غير مصمم للأطفال أو الأشخاص الذين لديهم شعر على الوجه، لأنه لا يمكن إحكام التصاقه بالوجه. إذا استخدمه كوادر الرعاية الصحية يجب التخلص منه بعد مواجهة كل مريض مصاب بأي عدوى، أما بالنسبة للأفراد فيجب التخلص منه عندما يصبح تالف أو مشوه أو رطب أو متسخ أو ملوث بالسوائل، أو عندما لا يشكل ختما فعالا على الوجه. النوع الثالث KN95 Respirator، هذا الماسك المعادل لـ N95 ويستخدم معايير FDA الطوارئ. يتم تصنيع هذا الماسك وفقا لمعايير بلد آخر مثل الصين أو الهند، وتعتبر معادلة لأقنعة N95 المعتمدة من NIOSH. يمكن أن يختلف الحجم والشكل مع كل نموذج أو تصميم. النوع الرابع Surgical N95 Respirator، هذا الماسك هو النسخة المطورة للجراحين، حيث يتميز بكفاءة ترشيح السوائل وأيضا كفاءة ترشيح الجسيمات والفيروسات. يستخدم في غرف العمليات أو عند حالات تولد تيارات عالية الضغط من السائل. من عيوبه أنه غير مريح في التنفس ومرتفع التكلفة، ويجب التخلص منه بعد كل استخدام. النوع الخامس FFP2 N95 with exhalation valves، ماسك N95 مع صمام هوائي. هذا التصميم أوروبي بدرجة فلترة 94%. وضع الصمام لتقليل تراكم الحرارة وبالتالي التعرق، وذلك يساعد قليلا في تسهيل التنفس، لكن من عيوبه أنه لا يحمي الآخرين، فقط يحمي المستخدم، لذلك لا ينبغي أن يستخدم عند الحاجة لظروف معقمة مثل كوادر الرعاية الصحية والمرضى المصابين بالعدوى. لكن بما أنه أكثر راحة في التنفس يمكن استخدامه للأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية أو قلبية أو أي أمراض طبية أخرى، وأيضا يجب التخلص منه عندما يصبح تالف أو مشوه أو رطب أو متسخ أو ملوث بالسوائل، أو عندما لا يشكل ختما فعالا على الوجه. النوع السادس الماسك الورقي، يوفر هذا الماسك حماية ضد المجسمات المحمولة الكبيرة مثل الغبار والأتربة فقط، وهذا الماسك لا يصنف كماسك طبي وليس مصمم للحماية من العدوى، ويمكن استخدامه عند التنظيف ولا يمكن إعادة استخدامه مرة أخرى. النوع السابع تكستايل ماسك، الماسك القماشي. يمكن صناعة واستخدام هذا الماسك فقط في حالة عدم توفر أنواع أخرى من الماسكات، لأنه لا يصنف كماسك طبي والحماية لمستخدمه فقيرة جدا، وهي بحدود ربع الفلترة مقارنة بالماسك الجراحي. الميزة الوحيدة فيه أنه يمكن غسله وإعادة استخدامه. تذكر أن أهم نقطة عند استخدام الماسك هي النظافة وتعقيم اليدين قبل وبعد لبس الماسك، حتى لا تنتقل الفيروسات من على سطح الماسك إلى الأنف أو الفم. هذا كل شيء عن الماسك لليوم. اشترك بالقناة لكي يصلك جديدنا، وإن تعلمت شيئا جديد امنح هذا الفيديو إعجابا وشاركه مع صديق. Gonna be the lucky one.